على الرغم من الظلام الذي لف كفيه حول أكتاف المدينة، استطاعت أن تفك أسرها من الظلام بجهود أبنائها من الشرفاء. الحكومة المحلية أكدت أن هناك مشاريع لم تكن موجودة قبل دخول داعش المدينة، ومنها مشاريع المياه والمجاري وشوارع غيرت واجهة المدينة، ومنها شارع 120 الذي يربط من الكيلو 35 إلى المدخل الشرقي للمدينة، والذي سيساهم في الحركة الاقتصادية وأمن المدينة. استحداث مشاريع للمياه جديدة، وأيضا المباشرة بعملية إنشاء شوارع جديدة. الشوارع اللي أنشئت الحقيقة غيرت وجه المدينة 30 و40 و60 و100. الآن باشرنا بشارع 120 جنوب مدينة الرمادي، واللي يعتبر أيضا نقلة نوعية تقريبا طوله أكثر من 90 كيلو، راح يبدي من منطقة ال 35 وينتهي بالمدخل الشرقي للمدينة. هذا واحد من أكبر المشاريع. أهالي الأنبار طالبوا الحكومة المركزية بدعم المحافظة، خصوصا في عجلة الإعمار الذي تشهدها المحافظة ومنها الأقضية الغربية، ولتتنافس مع المحافظات الأخرى، فضلا عن وضع لجان متخصصة لمتابعة المشاريع المتلكئة في بعض المناطق. بدأت المحافظة تنهض عمرانيا، اليوم الرمادي بدأت تضاهي أربيل ومدن كردستان، لكن احنا نتمنى من الحكومة المركزية أنه تبقى تدعم الحكومة المحلية بالأنبار حتى تكمل المشاريع الإعمار في بعض المناطق بالمحافظة، خصوصا غرب المحافظة تحتاج إلى دعم الحكومة المحلية من أجل أنه تتعمر ذيك المناطق مثل ما شفنا الرمادي والفلوجة وبعض المناطق الأخرى. يجب أن تشكل لجان مختصة من أرقى المهندسين في محافظة الأنبار أنه يشرفون على هذا الإعمار، لأن مثل ما دا نشوف أكو إعمار ما دا يتم 100%، يعني اكو تلكؤ. رغم توقف العديد من المشاريع بسبب العمليات الإرهابية، إلا أنها استطاعت الرمادي أن تنهض من جديد وتلملم جراحها لتعود إلى سابق عهدها. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.